يا رب باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، نتيجه اقدر اقول منطقيه، ولكن كان ممكن كمان الغله تزيد اكتر من كده كتير. الله يبارك فيك يا ايمن، منطقيه جدا كمان من بدايه المباراه وبعد البنالتي وبعد كل حاجه، الفروقات واضحه مهما الوقت زاد شويه، لكن انت مع مرور الوقت انت قاعد مش قلقان. انت يعني متوقع الهدف يجي في اي وقت. لا هدف. متوقع اكتر من هدف كمان، هدف واثنين، ما هي يعني هي بالظبط 1-1، انت مستني 2-1، بعد 2-1 خلاص يعني 2-3-4 زي ما تحب طبعا، لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني. واضح ان البدايه كانت اللي هو مش عايزين نضغط نفسنا اكتر من كده، مش ضغط نفسي لا بدني، هتضطر تبذل مجهود كتير انت يعني في غنى عنه. نتيجه منطقيه جدا، المخصصه زي ما انا قلت قبل الاستوديو كابتن عبد الجليل، نتيجه بالسلب او بالايجاب هو لا تحسب عليه خالص تماما. المخصص بقاله فتره في معاناه شويه، لكن هو زي ما اتفقنا ان هو مش فارق معاه ترتيب الدوري، هو في مكان مطمن جدا كان اسامه بيتكلم. لكن نتيجه مباراه طبيعيه جدا، ما فيهاش حاجه غريبه. ان انت تكسب 4-3، ممكن تكسب 4-5 كمان. هدف محمد مجدي كانت يعني نهايه ممتازه للمباراه. يمكن محمد مجدي النهارده مش من الماتشات الحلوه ليه خالص، مش في حالته خالص، اخطاء كتير جدا، لكن نقل المباراه بهدف حلو قوي. مظبوط، كالعاده محمد شريف هو الهداف بتاع الفريق. صحيح. هدف حلو قوي، هدفين، والهدف الثالث لا مش هيحسب ليه. في المجمل يا ايمن، انت النهارده المباراه طلعت منها بكل مكاسب، والحمد لله زي ما كنا اجتمعنا كلنا في الاستوديو هنا مفيش خسائر خالص الحمد لله، ما عندكش اصابه، ما عندكش حد تعبان، مفيش حد اشتكى، مفيش حد مجهد. كابتن شريف كان بيتكلم عن هو كان رايح عالي النهارده، هي ما بين يريح وما بين ادي عالي النهارده كمان يكتسب 90 دقيقه. انا عالي كان بقاله فتره كبيره قوي محتاج المباريات دي، بدات ابقى جاي خدت منه اكبر وقت ممكن. صح، استفدت من الحته البدنيه حتى ولسه الحته الفنيه ما وصلش لاحسن فورمه ليه، لكن بدني تمام. اديت النهارده كهربا صلاح محسن ومحسن وهاني كان متوقع، محمد شريف كان متوقع خروجه، بس تبقى نتيجه مطمئنه شويه. لكن هاني كمان شويه لعبهم تحس ان هو ما فيش مشكله الحمد لله، هو بس برضه محتاج مباريات عشان حته. صحيح. المباريات دي. صحيح. اكرم عادته الاداء بتاعه القوي جدا، روحه عاليه جدا. مباراه ما فيهاش صعوبه يعني، ما تتفرج على المباراه ايمن هي ما فيهاش صعوبه لعيبه النادي الاهلي. يعني ما قلناش ان الاهلي عانى وكان بيعمل، لا خالص، المباراه ماشيه سهله، هو بس اللي فرق ان المخاصره جابت الجول الاول بس. لكن تخيل انت لو انت بدات بالاهداف اعتقد المباراه كانت بقت اسهل بكتير جدا، لان هدف برضو هيدي شويه روح ومعنويات عاليه للعيبه المخاصه. لكن بعد كده ما فيش وقت. الحلو كمان في المباراه ان 1-0 1-1 ما تاخرش. مظبوط. عشان الامور ما تتصعبش عليك، دخلنا المشي بسرعه بالظبط بعد الجول طبيعي، كانت ممكن برضو الامور تنحس معاك شويه. صح. ضعت اهداف كتيره في الشوط الاول، وفي واحده في نهايه الشوط الاول في القائم، لكن المجمل يوم حلو. بالظبط، 3 نقاط الحمد لله مهمين جدا في سباق الدوري، مفيش اصابات لفرقتك، طمنت على بعض نجومك زي محمد هاني، الناس كلها الحمد لله تحس في فرحه في الفريق. ان هو تروح ان شاء الله على النهائي باذن الله، معنوياتك عاليه جدا، وده مهم جدا. يمكن ده دي بطوله ودي بطوله، لكن في الاخر ايمن انت رايح لمباراه نهائيه في البطوله المحليه، لا ماشي كويس قوي، لعيبتك كلها تحس انها فرحانه النهارده، حتى الاداء مش عالي قوي، لكن الاهداف بتخلي الشكل في الاخر حلو. اللعيبه كلها الحمد لله طبعا مبسوطه، مستر موسيماني سعيد جدا بجهازه الفني بالجهاز الاداري، انك انت خلاص البطولة الدوري خلاص النهارده قفلت الصفحة بشكل حلو، بشكل مكسب حلو، الناس كلها الحمد لله سليمة. تبدأ بقى بكرة إذا كنت هتاخد راحة أو هتبدأ تستعد تاني، تبدأ إن شاء الله بعد بكرة بقى تبص على العشرة. صح. اللي هي إن شاء الله جاية للنادي الأهلي، بس تحضر بهدوء وأنت مبسوط، عكس الموضوع بيفرق أيما خالص. بزبط. عكس لا قدر الله النهارده كنت أديت مثلا وحش أو حصل تعثر، عشان كده بقول لك دايما احنا النهارده مركزين في المخصه، ده الاهم. صح. المخصه هو اللي يخرجك على يوم السبت ان شاء الله وانت حالتك نفسيا وبدنيا كويسه جدا باذن الله ربنا.